اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامج دردشه. النهارده معانا اختين فنانات تميزوا دايما باغانيهم ان اسامي الاغاني جريئه. ما يحكمش وين حكم، ما يظلمش وين ظلم، ما ياكلش معايا بيت، كل الكلام ده معايا انا. هش هش يا بت هش، ده اللي زيك باخده هش، وضرب طحن ما فيش هزار، ده انت فيا فيا الأخيرة، وسيرت حولهم ضجة صحفية كادت أن تنهي حياتهم الشخصية. النهاردة معانا في حلقتنا في حلقة دردشة الفنانة غرام والفنانة حنين. أهلا بيكم. أهلا بيكم. أولا احنا كنا لسه قبل الحلقة بنقول احنا مش عارفين نبقى مذيعة واتنين ضيوف وكلامنا، فاحنا هنتكلم براحتنا بقى. براحتنا جدا. أنا عايزة أتكلم معاكم بقى بعيد عن الفن خالص، عايزة أتكلم على غرام وحنين الأطفال الصغير في المدرسة. انتوا عاملين ازاي مع بعض؟ عايزه الحاجات دي اعرف. في البدايات كانت هي اشطر مني في الدراسه. كنت انا بلاويه كتير. هي يعني بلاوي خفيفه كده. كان معروف ان هي يعني هو دايما يبقى في واحده هاديه وواحده شقيه. حنين هاديه. انا كنت يعني في الفتره وانا صغيره كنت اشقى منها، جات لها فتره كده بقت هاديه. هي هاديه. انا كنت اعمل من بره بقى، يعني اتشقى في المدرسه واجي في البيت اخش اذاكر واقفل على نفسي، مذاكرتي اخري افتح كراسه الرسم واقعد ارسم. طب انا عرفت حاجه كده مش عارفه حقيقه ولا لا، انت عملتي حريقه في المدرسه؟ حقيقي. عملتي ايه؟ احكي لي الموضوع ده. كان المدير المدرسه في اليوم ده بيقول البنت اللي هتيجي يعني من غير ما، عشان كنت في مدرسه ايه تحس ان هي محجبين وكده، فما ينفعش، فكنت لابسه الحجاب، فجيت في يوم من غير حجاب، طلعني قدام زمايلي في المدرسه وضايقني، قمت انا بقى واكله في نفسي. جت على كرامتي. جيت في الفسحه في ميعاد الفسحه بتاعتنا، الستاير بتاعت المدرسه خارجه من الشباك بتاعت اوضته، قمت مولعه له فيها. الله عليك. جالي جواب فصل من المدرسه. قعدت فتره يعني. ده اقل حاجه. كنت سنه كام؟ يا غرام؟ كنت في اولى اعدادي. طب حنين، عايزه اعرف الموقف اللي بينك وبين غرام، اللي هي مثلا كنتوا بتحبوا تلبسوا زي بعض من انتوا صغيرين؟ لا، احنا كنا اكننا مولودين فوق روس بعض. ازاي بقى؟ يعني نتخانق كتير، حبينا بعض بس لما كبرنا. ايوه. كنا لا حاجه رهيبه. دايما نضرب بعض، دايما نتخانق على حاجات هايفه جدا يعني، وشعرها بقى في ايدي وانا شعر في ايديا. طب مين اللي اكبر من التاني؟ انا. يعني انت كبيره. في ناس فاهمين ان انتوا توأم. هما بيقولوا كده عشان احنا الفرق بيننا 7 شهور بس. يعني ده ما فيه توأم يعني. ماما حمد على 40. توأم يعني. توأم. فدي بتعمل لنا حتى في سفر بره. ويمكن برضو علشان الشكل اللي انتوا تطلعوا تعمل لنا مشكلة. في الحلو ده كنا طالعين فعلا توأم. يعني الشكل هو هو. طب حياتكم بقى في البيت مع والدتكم. الله يرحمها. كنتوا بتتعاملوا ازاي؟ بتعاملكوا ازاي؟ عاملين مع بعض ازاي؟ انا كنت شايفاكوا صحاب قوي، بس انا عايزه اتكلم بقى من وانتوا لسه صغيرين. ماما طول عمرها الله يرحمها معاملانا اللي هي احنا اخوات وصحاب، ما كنتش اللي هي مامتي وبتاع. يعني لا، احنا مش مامتي واخوات وعمري ما خبيت عنها حاجه، ولا انا ولا هي ولا حبيبتي. يعني انا عارفه ان انتوا كنتوا قريبين قوي من بعض. يعني انا مش انا عارفه طبعا. ليانات الله يرحمها.
ونوقف شويه.